فيسبوك وتويتر وانستجرام، ونشوف حضراتكم رايكم ايه في اداء النادي الاهلي في مباراه الامس. خلينا نبتدي بمصطفى احمد، ده من فيسبوك، وقال اداء مقبول نظرا لفتره الغياب الكبيره، وننتظر الافضل ان شاء الله باذن الله. زكريا محمود قال لسه ادائنا قبل التوقف هيجي واحده واحده، ومع الوقت ومع رجوع المصابين باذن الله الاداء هيتطور اكتر. علي نبيل قال اداء اقل من المتوسط في الشوط الاول ويتحسن كتير مع التغييرات وتعديلات مستر فايلر في الشوط الثاني، بس ده طبيعي بعد فتره التوقف الطويله، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. محمد السيد قال الاداء مش بطال، ومع عوده باقي اللعيبه الاداء هيكون فيه تحسن كبير، بس مجدي قفشه ما كانش ايه؟ ما كانش في الفورمه خالص. طيب ده كان تعليق حضراتكم، وتحديدا عايز اعلق على حته مجدي قفشه. امبارح لعب في اكتر من مركز، فممكن حضراتكم تكونوا شايفين ان هو مش في التوب فورم بتاعته، وده ممكن يكون ايضا طبيعي بعد فتره توقف، ممكن ما تلاقيش اللاعبين كلهم في المستوى الجيد بتاعهم اللي احنا دايما بننتظره. عموما نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، ودي كانت تفاعلات حضراتكم على الصفحات السوشيال ميديا الخاصه بالقناه دي كمان.